الاتفاق النووي أو إلغائه، والأمريكان مدى يقبلون بشروط بايدن اللي يطرحها، وهم يعتقدون أن الضغط على الاستعجال في رفع الحصار هو عبر مثل هذه الأعمال. يعني هي أرجع أقول هي مجموعة من الأشياء، مو اعتبار واحد. المشغل هو القرار، مو قرار وطني، مو قرار عراقي، قرار قصف أربيل أو قرار قصف السفارات أو قرار قصف قاعدة عين الأسد، هي كلها مو قرارات محلية. العراقيين اللي يقومون بعملية التنفيذ هم ناس يشتغلوا عند الجهات الخارجية، عند إيران بشكل واضح وصريح. يعني هي قرارات إيرانية، القرار لازم يكون قرار، ماكو أحد يجب، والمنفذ عراقي، والمنفذ عراقي، نعم صحيح. بس الطيارة المسيرة مصنوعة بإيران أيضا.